مرحبا بكم، ومن مطبخي الجميل اليوم نسوي لكم بامية على الطريقة العراقية. المكونات اللي نحتاجها هو معجون طماطم، طماطم تكون صاحية ومضروبة بالخلاط ومصفاية، ثوم، أنا أسوي ثوم يعني كامل وثوم مهروس، ملح، البامية واللحم. واللحم يعني يفضل يكون لحم غنم وبعظم حتى ينطي شوية نكهة. ونبلش أول شيء نسوي اللحم لأنه هو اللي ياخذ وقت. نسوي أول شيء بس حتى ياخذ لون، ورا ما نسوي ياخذ شوي 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 لون، او نحمصه وبعدين نصب عملية الخلط. وهسه ورا ما حمصناه زين، طبعا الدهن الموجود جوا ينطي، هو هذا ينطي الطعم بالاخير للاكله. الدهن اللي هو ماخذ اصلا مو من اللحم. المهم اللحم تتغير لونه، نخلي له مي حار، نبدا نسلق اللحم ونرجع لكم لانه هي العملية الطويلة تكون بسلق اللحم. ونشيل الزفرة من اللحم وهاي حتى يكون طعم طيب، وراجع لكم. من الخطوات المهمة اللي احنا نسويها، هاي خطوة كلش مهمة، انه احنا نحاول نفور البامية قبل طبخها، بس فورة واحدة تقلب ها، ونقوم احنا بعدين نذب المي مالتها ونبلش بطبخها. وهسه بعد ما هاي اول فورة لها نقوم تصفيتها. هسه نجيب اللحم المسلوق اللي هو، او نحتفظ بالماء مالته حتى عمود ينطي النكهة، هيك بس نشوحها شوية، نشوحها لمدة قليلة جدا. ونخليها البامية، نحاول ما نهزها للبامية هواية حتى تبقى محافظة على، يعني انها تبقى حبة كاملة. اذا نظل نخبط بيها راح تتكسر وراح تفقد من شكلها وجماليتها وطعمها. نحاول نسويها اكثر شيء هاي الطريقة. وهنا هنا نخلي مجال شوية بس لمعجون الطماطم حتى نحمسه، ينطي اللون والطعم. الفول نخليه شويه متاخر على مود لا ينطي مراره، تقريبا نخليه بالمراحل النهائيه بالفطلات. هسه ورا ما خلصنا هاي الشكل نضيف عصير الطماطم. ورا ما صار عندنا، ورا ما صار عندنا هذا الشكل، نخلي الملح. طبعا دائما الملح هي حسب الرغبة وحسب الكمية ها. وعندنا هنا مي اللحم اصلا حتى نستفاد من المونة ومن الطعم وكل المواد الغذائية اللي بي، نبدي نضيفه على البامية وننتظرها لحد ما تسوي ونقبلها وارجع لكم ورا ما تستوي. ونلاحظ انه الدهن بلش يطلع هنا، الريحة رائعة، ريحة المزيج البامية والثوم واللحم، لحم الغنم، تطلع هاي النتيجة. الحبة تكون كاملة غير مكسرة، وتقدرون تاكلوها ويا التمن او بعدة طرق اخرى. الف عافية، ولا تنسون الاعجاب واللايك من عندكم فضلا وليس امرا. شكرا، مع تحيات عامر جمه.